السلام عليكم البنات، نهار جديد، فيديو جديد. كي دايرين؟ بخير، صحه بخير، كل شيء مزيان. اليوم جينا نوجدوا مع بعضياتنا واحد الاكله ايطاليه، راها خفيفه وسهله التحضير، كتوجد بالزربه. طبق ساهل. هذا الطبق ايطالي، سميتها الكازاميه. هاد لاكازاميه البنات تقدروا توجدوها بالكفته ولا بالدجاج ولا بالسلامي ولا اللي عندكم توجدوها به. بهادشي كامل كتجي بنينه. انا اليوم غنحضرها معاكم بالكفته. عندي الكفته، عندي البصله اللي غنشحرها مع الكفته، عندي الجبن الشيدر. بالنسبه للجبنه البنات اختياري، ديروا اي انواع. وعندي الفخوماج غابي و البيشاميل. هادشي اللي كتحتاج. وكتحتاج البطاطا الفريتة البنات، البطاطا مقلية. باش ما يجيش الفيديو طويل غنمشي نوجد البطاطا ونتلاقاو باش نشحروا الكفتة. هانتوما معايا. شوفوا ملي وجدنا الفريت، ها هما الفريت ديالنا واجدين. دابا نشحروا البصله باش نزيدو على الكفته. ناخذ البصله وشويه د الزيت. صافي غنخليوها غير تهبط، تهبط لينا البصله ونزيدو عليها الكفته ديالنا. دابا كيف تشحرت لينا البصله، عندي الكفته اللحم المفروم معاه الملحة، البزار، شوية الكامون، شوية التحميرة، والقزبر والمعدنوس. صافي البنات، هاي الكفته تشحرات ليا، غادي نطفي عليها. راه واجده هي البصله تشحروا ليا مزيان، نطفي عليهم. ودابا غندوزو للمونطاج، نوريكم كيفاش غنمونطيو. شوفوا نجيب طبق التقديم، غادي ندهن انا بلا كريم فريت. بالنسبه هذا البنات غير انا زدتها حيت كتعطي اصلا عندي محلوله غادي تخسر ليا. صافي ماما غنستعملها، غندهن بها الطبق قبل ما نحط البطاطا. وغنبدا نحط فلي فخيت هنايا. ناخد هذه محلوله البيشاميل ديالنا، دابا غنزيد الكفته.
سرحوا هذا الجدينه مقاده، تقادوه بحال هكا، وغندير عاوتاني شويه البيشاميل. دابا غنسرح هذا الفرماج، هذا الشيده ديال لي ساندويتش. صافي، وغادي نزيد عليه هذا من الفوق فرماج غابي. غنزيدني شويه الفرماج غابي البنات ونطلق. صافي، نزيدها شويه الفرماج، خاصه تغطى البنات بالفرماج باش تجيكم زوينه. كي كتشوفوا صافي، دابا غادي ندخلها الفران على درجة الحرارة 200، غير حيت هي كلشي فيها طيب، غير غيدب لينا هاد الفرماج غتعرفوها طابس، اما كت ميم با 10 دقائق بحال هكا وتخرجوها. انا غندخلها للفران. كي كتشوفوا البنات، ها هي خرجتها من الفران، ها هي كي كتجي رائعة وكتشهي. وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى يتنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وفي امان الله الى الفيديو القادم.